هو شمع والدائران عدم المتابعة من الجهة الداخلية. تابعنا مع حضراتكم أيها الحضر الكريم أول الأشواط الذلل الأبكار الإذاع المحليات والمهجنات الأصايل والعبية من انتزعت أول الأشواط الأولى الصباحية وقدمها مشاهد الكرام من أحد أبطال زاخر وأبطال أيضا صبرة فله التحية على هذا الفوز والانتصار صالح بن سالم بن مكتوم الينيبي سلام وتحية أيضا لهذا الشعار وسلام أيضا يستاهلوا أهالي الوقن من هذا أيضا الناموس والانتصار. تحية لصالح بن سالم بن مكتوم الينيبي وسلاماتنا لسالم بن مكتوم الينيبي من يدعم هذا الشعار بهذه النوعيات. قدم العبية بأول أشواط درال الكار المحليات الأصايل وحضر بن ظهير وقدم مشاهد الكرام أيضا الشايبة سالم بن عامر بن سعيد ولد ظهير العمري من قدم لنا أيضا الشايبة ومثل ما قال الشاعر لأن بيت الشايبة بيت الرفيع يظهر الطيب في حزات الكفاح يا تقفز مثل ظبي مستريع شايب الختال ونوى بالمراح. شكرا يا العمري على هذه المشاركة وسلام وتحية لسكان السلطنة تحديدا إلى أهالي بدية من قدموا الشايبة بأول أشواط الذلل لبكار المهجنات الأصايل. القعدان أول أشواط القعدان في هذا الصباح تنطلق شعارات ابن القبائل في هذه الإثارة وبهذا الأبداع والتحدي أيضا والانطلاق. شكرا أيضا مشاهد الكرام إلى اتحاد شباقات الهجن على هذه المتابعة وعلى هذا التدقيق لهذه أيضا النظام والتنظيم في جميع أيضا الأشواط وفي جميع الفئات العمرية. القعدان مثل ما سرفنا المحليات الأصايل يتقدمهم غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي هو من يقدم غازي مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه الإثارة بينما أيضا ميهوبة حمد بن محمد بن سالم السمح العامري حاضرا راعي الحضرة مع ميهاب مع المركز الثاني. الدور المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع أيضا السلندر وسيبر علي بن سالم العامري هو من يقدم سلندر مع المركز الثالث. نقلتنا مع المركز الرابع أتابع المركز الرابع وأيضا الانكشاري يا سلام عليك حمدان بن سعيد بن خليفة بن عامر الدرعي حاضرا في هذه اللحظات وبهذا الابداع المثير اللي بعد الدرعي وش بنلقى شوف التقدم مع ملبي سعيد بن حمد بن قناص العامري وصل بدوره في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والابداع يا سلام. الرحله الاولى لخمسه كيلومترات في صباح هذا اليوم مع هذه الفئه العمريه سن الاذاع وسن الامتاع ما شاء الله تبارك الرحمن وين بشوير بشفناهني في هذا الشوط. العموم اخذني لقطه لهذه الشعارات التي حضرت في هذا الانطلاق وتقدمت في هذا الابداع والتحدي والاثاره ما شاء الله تبارك الرحمن الله على هذا الابداع يا سلام. شو الاشعار المرسدس هني بدا بالمشاركه رويدا في هذا الموسم نتمنى للتوفيق لك يا بن سعد والاخوه ايضا المشاركين في هذا الابداع وفي هذا التحدي وبهذه الاثاره ولكن ارى اشعار بالرحمه حاضرا كذلك في هذا الانطلاق وبهذا الابداع. شعارات لها وزنها بقول ولها ثقلها حضرت في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الاول الصباحي المحليات الاصايل المحليات الاصايل ولكن التوقيت وين عبر الى حتى هذه اللحظات ظهر عند بن ظهير وقدم لنا ايضا الشايبه 7:53 من الثواني مشكور على هذه المشاركه وعلى هذا الابداع. الله القعدان لا تقل هميه القعدان لا تقل هميه ما ان شاء الله تبارك الرحمن. شوف غازي على الناموس غازي وتحذروا يا اهل القعادين يتقدم في هذه اللحظات وبهذا الابداع ايضا الاول الصباحي 2 كيلومتر يفصل لنا عن العبور عن الوصول نحو خط النهايه والميدان لا زال في ايضا في دوران الى حتى هذه اللحظات معتدل بعد الميدان معتدل لا زلنا مثل ما قالوا في الكوع الاخير في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع غازي
محمد بن خاتم بن محمد الشامسي هو من يقدم قاضي بهذا التقدم وبهذا الإبداع على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني في هذه الأثرة تقدم حضور من خلال أيضا ميهاب حمد بن محمد بن سالم العامري يتقدم بدوره بن السمح في هذه اللحظات. وسمح الله دروبك يا راعي الحضره اللي بعده مع المركز الثالث. اعطونا هناك جماعه ننتظرهم ننتظر جماعه لم يحين موعد دخولهم الى حتى هذه اللحظات. هذا بن قناص يتقدم في هذه الاثناء وبهذه التحديات اللي هو ملبي سيد بن حمد بن قناص العامري بدا بالوصول في هذا الانطلاق. نقل اخرى مع المركز الرابع. شوف الوصول في هذه اللحظات. اعطونا رقم هذا هو الشامخ 13 هو 14 بلقى اللي هو ايضا الله تيار محمد بن سليمان بن مصبح منبطي الاكتبية تقدم. اما المركز الخامس عندك يا بن شويرم. هذه هي نتائجنا اكتملت الى مسامعكم. 1200 يفصلنا عن الوصول عن العبور نحو خط النهاية. 1200 في هذه اللحظات وبهذه التحديات والإثارة. هذا هو غازي يدخل في الكيل والمتر الأخير. اعتدل الميدان في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق ما شاء الله. الله سلالة غازي المختبر أو بن خاتم ومختبر بن خاتم على العموم ما بإشكالية. هذا هو يتقدم على مقدمة الشوطة مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الإبداع ما شاء الله. علما يبدو أن شارك هذا القعود شارك في هذا الموسم في عاصمة الميادين وقدم عرض رائع جميل ممتاز الغايات بالمشاركة في هذا الصباح. علما بقول لم يذق طعم الهزيمة خلال مشاركته. هذا هو يا بن خاتم حافظ على غازي يا بن خاتم ما شاء الله بالفعل. والعصافة الأبطال رقص ذاتي وتلقائي ولكن نوعيات بن خاتم بنوعياته دائما يطلع بهذه الطلعات وبهذا الأبداع. كما نشكر هناك أيضا للمتابعة لهذا الشعار راشد بن خاتم الشامسي أيضا يتابع هذا الشعار ويغذي بهذه النوعيات أيضا في عالم الأصائل ما شاء الله. والأخوان كذلك لم يستهان فيهم نتمنى لهم التوفيق في الحل والترحال. غازي غزا على ناموس غازي ومثل ما قلنا لكم وتحذروا يا أهل القعادين هذا هو غازي يغزى الناموس والانتصار في هذا الصباح. العصافة الأبطال ويستهل المركز الأول بكل أريحية وكذلك استراعة المحارم. شكرا يا بن خاتم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية. وما حد قال شيء تهانينا على هذا الفوز والانتصار ما شاء الله تبارك الرحمن. بينما المركز الثاني ننتظر قدوم المركز الثاني ولكن التوقيت يتحطم والعصافة الأبطان 7:48 المركز الثاني. شوف الوصول في هذه اللحظات أيضا مهاب حمد بن حمد السمح العامري المركز الثالث. الوصول في هذه الأثناء يتقدم لبي سعيد بن حمد بن قناص العامري الرابع. أتابع هناك عندك برحمة هو المركز الخامس عند بن جويرم. هذه هي نتائجنا اكتملت إلى مسامعكم وتوقيتنا مثل ما صرفنا يتحطم في هذه اللحظات 7:48 تهانينا وناموس مشكور يا الشاعر على هذه المشاركة مع اللي هو غازي هو من يحسم التوقيت الزمني في هذا الصباح ولفظ الفتى منال التوفيق في جميع المشاركة.